بنتعرف أكثر عن جسر للمشاة اللي راح يتصل بين منطقة السيف إلى منطقة ديرة في دبي. هذا الجسر تم تصميمه من قبل شركة LWK Plus Partners وبالتعاون مع RTA لتنفيذ هذا المشروع. يرتبط جسر المشاة منطقة السيف بمنطقة ديرة باتجاه ميدان الاتحاد، يمتد بطول 380 متر وبارتفاع 60 متر ليسمح حركة الملاحة البحرية. مساحة المشروع 3422 متر مربع، وهو عبارة عن حديقة معلقة تضم مجموعة كبيرة من الأشجار والنباتات المختلفة تساعد على تظليل وزيادة جمالية الجسر. مستوحى تصميم وفكرة المشروع من حدائق بابل المعلقة. في الجزء الرئيسي من الجسر ترتفع طبقة من سطحه إلى الأعلى لخلق مستوى علوي والآخر سفلي. المنطقة السفلية للأكشاك، المطاعم والمحلات التجارية. المستوى العلوي مخصص لراكبي الدراجات الهوائية ومسار للجري. استخدام أساليب التعليق والأسلاك القوية لدعم وتثبيت سطح الجسر. تستوحى الأبراج اللي ترتفع 20 متر فوق أعمدة الجسر على أشكال الأشرعة. أشرعة الجسر تعمل على تجميع وتوجيه نسيم البحر البارد إلى مناطق الجسر من أجل التبريد بشكل طبيعي، ووجود خلايا الطاقة الشمسية لتجميع الطاقة واستخدامها في الإضاءة المسائية. الجانب السفلي من سطح الجسر يمثل بدن العبرة، سفن تراثية تستخدم لعبور خور دبي. يبدو الجسر كأنه مركب شراعي عربي معلق مصنوع من خرسانة مسلحة زجاجية تتحمل الظروف المناخية وتناسب الخصائص البحرية. The trees, tree canopies are providing shading, and the irrigation system would be a separate system where the water is brought and obviously for the trees themselves. But we've tried to create passive cooling in terms of giving a sustainable environment. For that reason, for instance, the sails that we've used, they are double layered. One layer is to deflect the rays of sunlight, and the second layer would have drops of water embedded within it, which will cool the air. And here, where people are sitting or walking, you actually experience a much cooler air. So it's sustainable, but it actually passively cools the environment. قريبا البدء بالأعمال الإنشائية للمشروع، وسنة 2022 موعد لافتتاحه للزوار.